شباب، صارت 1984 وهي قصة مهمة وضرورية، لازم الكل يخليها براسه ويعرف شنو المغزى من عندها. المغزى من عندها ردع المخالف وزجر غيره يا شباب، مثل ما تعودنا قبل. شباب، يوم من الأيام لحد الآن أتذكر 11/2 اجاني كتاب نزول، بوقتها كانت الدنيا مقلوبة، تعرف انت حرب إيراني صار العالم، الدنيا مقلوبة، والجبهة ود هذا ود الوازات، وكان بوقت هسجا اكو برقية جاية مال الطيارات الفرنسية الميراج، كانت جاية البرقية مالتها. انا كنت هاي رجعت من باريس، كنت بوقتها وقعت وشربت قهوة بالشونزليزيه، لعد انت مرات تجي تسألني تقول ابو شاهين انت منين تعلمت تحكي فرنسي؟ ما سألت نفسك ابو شاهين شلون تعلم يحكي الفرنسي؟ جوتيم مونومي اتوا مسي بكوت تيلو نورمو جوتو، شلون تعلم الفرنسي هذا؟ هيك اجا نزل عليه واحد قال له هيك احكي فرنسي؟ لا، ابو شاهين درس الفرنسي قدام الحرب يا شباب. في يوم من الايام يا شباب، ومالكم علي يمين، وحق هذا ابو الورد وحق هذا التبليط علي وعلى عافيتي، كنت راجع لحد الان اتذكر كانت عده مارسيدس لونها سماقي مال طيارين 190، ابو علي النجار يعرف السياره اللي جايه وصفها. يوم 11 نزلت كنت ببغداد، قلت خلنا ننزل للناصرية بالطريق، شافت المطاعم بالطريق بالديوانية، قلت خلنا اطبق بالمطعم، طبقت بالمطعم، اباوع طب علي شايب ويا مرة نيشاب الله يحفظها، ما اعرف هسه وين راحت، دخل علي شايب اباوع علي من ورا الجامعة يقول ايش يسوي؟ قلت ذاك علي يقصد. انا هم كنت لابس البدلة الزيتونية بوقتها، وهذا قاعد طبت علي المرة، دشيل الرابطة وشمريها علي، قالت ابو شاهين لا يتعبن بعد طلابات. نهضة شباب، بس خلنا رجع الكرسي دمار. قالت ابو شاهين لا يتعبن بعد طلابات بشارة بالنخوة، زمطنا بعزم اخوتي وبينت محبس الخوة. قلت لها امرين انا بوقتها، يعني انت اليوم مع احترامات الكل الدول على راسي، انت اليوم من مرة تشمر عليك الحجاب معناها تريد من عندك شي شباب، ناخيتك طابة على الله عليك. الحاصل يا شباب، لا اقول لك ولا تقول لي، قاعد انا بالمطعم، مستوى بالمطعم خطيه بوقتها، ولد كان اسمه فلاح من اهل الديوانيه، تحياتنا لاهل الديوانيه الطيبين. يلا ابو شاهين اكو مره ذيك اليوم من الشباك جاي هي والشايب اردون يحجون ياك بموضوع، طلع الشايب ابو البنيه يصير، دقوم ويا المره شيل حجابك وشمري عليه. قالت لا يتعبن بعد طلابات بشارب النخوه، زمطنا بعزم اخوته وبينت محبس الخوه. قالت انت ابو شاهين جاي على الله عليك. شباب، مالكم علي يمين وحق هذا التبليط علي وعلى عافية، قام يطلع دخان من خشمان عاد، قلت له شيل الكباب من يمه خلينا نشوف المرة شتري. الحاصل قلت لها، قالت اني زوجي اسمه كاظم محمد زرزور، ملازم اول استوى تخرج. قالت ما صار ان اسبوعين من الزوجنا وراح للجبهة، وين خالينا خطية؟ تعرف تبدأ بهذيك الايام كل من يريد يثبت وجوده، ابو علي زين انت ملازم واستوك متخرج، هذا يريد يحصل القدم، يريد يحصل نوط الشجاعة، دقوم ذب روحك وين؟ فوق من بدر الجصان على قصر شيرين بهالمناطق هاي اللي الدنيا مقلوبة بها ذاك الوقت. تقول اجى علي، تقول ورا الزواج باسبوع تقريبا اجى علي، قال يا بانا هذا يعني الفرشة مال العرس خاف يجيبون الشهيد، انا ارد اوصيك وصية كود هاي تحطيها على تابوتي. كاظم محمد زرزور من اهل الديوانيه من منطقه ام الخيل، اسال الشباب اللي من منطقه ام الخيل هسه راح يسولفوا لك، يقول لك صحيح، اسال بالاخص كرار ديوانيه، قال له ابو شاهين حكى هاي القصه صح لو غلط، شوف شو راح يقول لك. ولحد الان هو حي يرزق، وهو ترى راح بيها اللي جابه، ترى اخو حبيبي خليل على راس الشباب الطيبين الداعمين، الكل على راس الشباب، تابع الداعمين بدون امر عليهم. سويت انا بيك حاله، قلت لها تامرين الطينه، قلت لها مجال 3 أيام إلى 4 أيام، قلت لها بالضبط 4 أيام و15 ساعة و25 دقيقة و30 ثانية و4 لحظات أريد من عندك، أرد لك خبر حاليا، ما أقدر أطيش لأن كانت الدنيا مقلوبة شباب عالقة، يعني جيل الطيبين يعرفون كانت أمور الحرب وشون قابة قابة. لا أقل خولة نورتي على راسي، شلون قصة شباب، هي يعني رباط القصة على عيد الحب. قلت لك كان التاريخ مالتها 11/12/2 على 14/2، خطية تقول انا يجن قرابتنا يمنا ذولا قرابتهم، هي البنية قرابتهم مثلا دافعين بدل بوقتها وهذا،
هذا جايب الزوجته وردة، ذاك جايب الزوجته محبس، وظلات على السطح. تتذكر قاعدة النسوان صعدن على السطح بالشمس، وحدة سولف للثانية جاب لي، وهذا تقولها جاب لي، تقول وانا ظلت دمعت بعيني، رحت على ابوي قلت له الحق لي، قال ترى ما يحلها غير ابن الناصرية، ندور عليه ترى يلتقي بهذا المطعم اللي على طريق الديوانية ناصرية. بلكت الله ينزل. فسالين ابو المطعم، قبل ماكو تليفونات وتليفون موبايل وهذا، قال لها لا عندكم حظ، هو كل نزله ترى يمر يتغدى يمنا ويروح للناصريه، اذا عندكم حظ تقولوا صار لنا اسبوع الى اسبوعين نقول بلكت الله ينزل. وما نزلت، قلت لك جابت الحجاب شمرته عليه، قلت لها طينا هذا الوقت. انا قبل يعني السيد الرئيس والقاده الكبار يعرفون ابو شاهين اذا يريد ينفذ امر ما ياخذ حكايه من واحد، لان انا ببالي اذا فشلت المهمه، وما عند الحمد لله ولا مهمه فشلت، الا فشلت المهمه انا اللي اتحملها، واذا نجحت اخذ عليها قدمه. لعد انت ليش تجي تسالني تقول لي ترتبتك عقيد طيار وبعدك شاب من الافعال والبطولات اللي اسوي. الحاصل قلت لك رحت احوس المرسيدس السماقيه مالتي قبقه اسود بوقتها مال طيارين 190، رحت لك انا على القاعده، على قاعده الامام علي بن ناصري، حكيت واحد ولد اسمه رحمن، قلت له رحمن، قال ها سيدي، قلت له تعال لك، تعال بسرعه، قلت له اريد اربع طوس ما طين، اريدك تطين السياره، تطلع لي بس اللايتات وتطلع لي بس فتحه صغيرون اشوف بيها، وذن الجامات الصفح فتحت بيهم فتحات صغار. شباب بطب لك من الناصريه افتر، لان كلها تقطعت الجسور حرب، الدنيا مقلوبه، اطب على العزيزيه، اطلع مدري شنو، كان تلزمني وين شباب؟ يم علي الشرجي بالعماره، زين طريق مال علي الشرجي، كانت هناك الدنيا مقلوبه المحمره، هي الصائره قواويد أربعة مدري لا خمسة من جيش العدو علي بالقواذف يضربون على السيارة، شافوهم وأنا جاي سريع، طارت الترابة ورا السيارة، قبت ترابة، قال لك هذا هو جاي علينا، ظل يضرب علي. زين أنا سايق طيارة، يعني طيارة أنا أعرف شلون تلافوها شباب، أشوف الكاتيوشة من يمي يجي هيك يسوي سفوم، أوخر أنا بالسيارة هيك أروح منها أرجع منها، يقول علي يا علي قوة طبق على بحيرات السمك اللي هو موجود هو زوجها من بيت زرزور، تحياتنا لهم أهل الديوانية الأبطال على رأسي، كاظم محمد زرزور أصور اسمه، كاظم محمد زرزور هيك اسم رتبته ملازمون. رحت على الفرقة أربعة، كان بوقتها قائد الفرقة أربعة لحد أنا أتذكره لواء منعم، تحياتنا إلى حاليا هسه هو باستراليا، يمكن إذا شاف اللايف يتذكر، قل أبو شاهين تتذكر من جعلي؟ فضل ابو شاهين قال انت شلون عبرت من هاي؟ قال قاعد بصف واحد عميد لهب، قال له هاي سهله على ابن الناصريه، قال له هو طيار يعني يعرف شلون، لان هذا كانوا يسمونه طريق الموت، ناصبين كمين هناك مجموعه، هذول شغلهم بس يضرب كاتيوشات عليها من على السيارات اللي تمر. قال معقول انت عبرت منك؟ معقول انت قال عبرت من هذا المكان؟ باعت انا عليه بهاي النظره، عاد لهب حاجه قال له هو يعصى شي على ابن الناصرية، غير هو ضابط طيار. بوقت قلت له منعم ترى أنا متعصب وواصل عد لهنا، أنا ومشمور علي حجاب مال عراقية، تحترم نفسك تحترم نفسك، ما تحترم نفسك عد استعداد هنا أنا بالقيادة مال الفرقة أربعة شاربك أزينة، تفتهم لو لا؟ قال عمرنا على شنو جاي؟ مو هم كلهم كانوا يخافون، انا كنت هناك كله بالقصور الرئاسيه، وين يعني صدام حسين، انت تحكي على مستوى عزة الدوري، تحكي على مستوى عبد صباح المرزه، تحكي على مستوى صابر الدوري، تحكي على مستوى يعني قاده كبار، سلطان هاشم رحمه الله على روحه. الحاصل قال له تعصب ابن الناصري يشوف، قلت له جيب السجلات على السريع، جاب السجلات جايبها عانى بيهن، جاي دور على كاظم محمد زرزور من اهل الديوانية ملازمون. قال كاظم محمد زرزور هناك، واحد يذب الخبر على الثاني، واحد يذب الخبر على الثاني، قلت له لزمته، قلت له قال لا قدامك، قال لي مو قدام الجنود، وهذا بدت بأجل، قلت له ولك شاربك عزينة، لا تظل تلف وتدور عليه، سولف لي كاظم محمد زرزور وين، لا شاربك أزينة، أنا طالع من الموت وجاي لهنا لأن مرأة عراقية ذبت علي الحجاب يا شباب، لا تظل تلف وتدور، اتأثر سولف لي، استشهد سولف لي، خل أرجع لهم بخبر، لأن أنا ما أخذ من عندهم وقت.
الحاصل قال كل احنا نستشهد وهذا الوقت. قلت له لسه ولفلي، قلت له طب لبزبدة وينه؟ قال تأثر، قال تأثر بس عبروهم الحدود. قال لان هو شاب اندفاعي، تعرف انت يعني، كان بوقتها الاسرى العراقيين اللي ياخذوهم نقاط الحب المستوى الاسرى الايرانيين اللي احنا نجيبهم. احنا كنا نجيب كله بالريم، هاي الريم اذا تتذكروها، الريم والازبري، نحمل تحميل ونجيب. هم كان لقطولهم 4-5، فلاقطين 7 انا ذاك، من ضمنهم صديقنا اللي انا جاي اسال عليه. قاعد انا بالقياده، كان يشيل التليفون مال الفرقه 3 على صدام حسين. قال ابو شاهين هجم علينا وهاي سالفته. قال اسمع انا صدام، قال انا صقر كبير وابن الناصريه الصقر اللي اصغر من عندي، فهو عنده صلاحيه الصقر الكبير بكل موضوع يحب يمارسه. طب كان يسد التليفون ابو جه. اجانا عميد لهب، قال دري، قلت له شكو؟ قال لو منعم ترزل. قلت له من رزله؟ قال رزله صقر كبير طبيت عليه. قلت له صعد الصور، دب الدنامك، جبت له كانت بوقتها عندنا ذني اللي يخلوهن بالوازات العسكريه يديرون بها مال الغاز مثل السنتات يصيرن. قلت له باوع راح اسوي لك لعبه طره كتبه. قال لي سويت هيك شباب، سويت له هيك، رفعتها لي فوق، قلت له هاي شنو؟ قال طره. قلت له كتبه، رفعتها لي فوق، قلت له هسه؟ قال كتبه. قلت له صحيح، رفعتها لي فوق، قلت له هسه؟ قال طره. قلت له صحيح، رفعتها لي فوق، بس دار وجهه كان هبده بعجي. قلت له دير بالك مره ثانيه تخابر من ورا ظهري. قلت لهم شباب على السريع تحضروا لي صروال صراحه كذا، ولفاف اسود وابيض، الاسود ولفاف اسود وابيض، الاسود والابيض، اللفاف اللي احكي لك عليه مو الكماغ مال الجنوب، اهن الجنوب على راسي، لا اللفاف اللي يجي، اللفاف الايراني اللي يلبسونه الايرانيين، يصير بيه مربعات، مربع كبير اسود ولونه ابيض على ذهب يطي. قال خلاص. قلت له وتجيبوا له بطل زيت وراس ثوم. قال شو تريد تسوي؟ قلت له لا تتدخل، جيب له ذني واسكت. الحاصل قلت لك راحوا على الفرقه 4، جابوا راس ثوم وبكتها حتى لحد الان اتذكر الثوم العراقي الاصلي. سلمتن انا جبتن بطل زيت، نقعتن، قمت ادير على وجه زيت وافرك بالثوم. شباب ادير زيت وافرك بالثوم، حبيبه ماهر على راسي، ادير زيت وافرك بالثوم، ادير زيت وافرك بالثوم. خلال اسبوع سويت لك لحيتي هيك. عمار الكوفي تاج راس الفنان المبدع على راسي، ربي يحفظك، احمد الله ودي. والله يا عمار الكوفي واسوي لك لحيتي هيك. قعدت بالفرقه 4، طقيت اللفاف، قلت لهم جيبوا لي صروال، جابوا لي صروال، طبيت بدرب الفلاح. وين ابرت من العزيزيه؟ رحت للعزيزيه، رحت على بدر جصان وطبيت منك على ايلام. تحياتنا لاهل ايلام وتحياتنا للاكراد الفيليه على راسي. اكو ناس هناك مزارعين، ظليت اتخطف يمهم يم المزارعين، صار شكلي شلون الايراني، خففت شواربي، ضربت لحيه ثوم. سيد فرقان حبيبي على راس ربي يحفظك، ضربت لك لحيه ثوم، طلعتها هيك زيت الزيتون، شعري كبست بوقتها، طبيت بيد عوده وصروال ولبست هذا اللفاف وبقلت لك الذهبي والاسود، طبيت على حدود ايران، ابريت السللت كان اطب. ها قبل لا اسوي هاي الحركه من عبرت الحدود، قلت لك الفرقه 4، قلت لهم اريدكم تسوون طوبه ماطين، طوبه ماطين. انت تعرف الحدود من بدر وجسان، طب ايران مو حدود منبسطه عدله، لا مثل الجبال صايره. قلت له طوبه ماطين، وبكت حجي جابه وشكو طين بالفرقه 4، خلوه لبسوا من هو، خلونا انا بنص الطوبه مال الطين، بس يبست قالوا جيت تنفس ابن الناصريه. قلت له هسه دهديني، دهداني من الجبل نزلت، شعب بالهم عبالهم هاي مال براكين، مو هم كان هم عندهم اثناء الحرب توقع لها وذره من الجبل من هالسوالف. وقعت الطوبه مال الطين اللي انا اتقلب بيها طب 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 طب، ما احس لك روحي الا وقعت، انضربت بتار مال كاروبه شباب، ضربت بتار مال كاروبه، وقعت برج الغروب اباوع من الطوبه مال الطين. لقيت بنيه بديها طليان خطيه، جت اسرح بيهم، طبت وابوها شايب، قال خيل قاقا شنك شندي، طاب الكرا كمندي، طاب الكرا تكورا فلندي وندي اندي، شيتوري خوبي احوال شمو باوعد. قلت الوضع امن، هاي عائله مال مزارعين.
أنا الهدف اللي براسي شنو؟ أريد أجيب كاظم ومحمد زرزور. براسي شنو؟ أريد أجيب كاظم ومحمد زرزور، لأن الأسرى الماخذيهم قال يحققون وياهم بالحدود الإيرانية العراقية القريبة مدة 15 يوم ولا 20 يوم. يا بصير ويانا صير ويانا، ما صير ويانا يعني تروح تنسجن بوقتها. فهذولا بيهم مجال واحد يقدر ينقذهم، بس احنا اثناء فترة الحرب احنا كنا ناخذ من عندهم، وكانت عندنا فقرة اسمها تبادل الاسرى الاسامعين بيها. فاحنا على ما نطب بدوامة تبادل الاسرى راحت ايام وليالي وسنين، واني مربش وارب بحكي بالمعاني العالية وطيت كلمة للمرأة ولأبوها وتالي اطلع قدامها كذاب. يا شباب انت ما تقبلها مو صحيح؟ الحاصل شباب مالكم على يمين وحق هاي المطرة علي وعلى عافيتي، وانا شاب ومريض الكورة هاي يعني الكورة مال الطين ضليت انضربت بالتاير طلعت روحي من عندها نكتت الطين مدري شنو السؤال. قلت لك بوقتها كان تمطر مطرة خفيفة وصار دنيا ليل، قلت يلا ما يخالف. وانا كرم السامع ضليت باللباس والفانيلة، نزعت الملابس كلهم طين غسلتهم بالمطر وشريتهم على الكاروبة. صبحية ضربتهم شمس قوية رجعت لبستهم، ضليت انا افتر هناك يم المزارع. قلت شو اسوي؟ قلت خلي اجيب هاي بنت المزارع للدار وبصادقها. حكيت وياها حكي تاريخ وبي احوال شمو، قالت انت الايرانيه ما تك ضعيفه. قلت لها انا هوازي، تحياتنا لاهل الاهواز. قلت لها انا هوازي ويعني وحكي ايراني يعني ضعيف عربي. حاصل الايرانيات يحبن الاهوازي، يعني الايرانيات يموتن على هوازي. ليش؟ لان الايرانيين شوي يصير عندهم يعني شوي غيره ما عنده يصير، الاهوازي لا غيور ما اخذ الطبع مالتنا يغار على المره ويحاسبها وهاي. فهن حلمهن شكو ايرانيه حلمها تحب الاهوازي يا شباب، يعني يجي اهوازي لايران متحسه ما اخذ على الكل. والله مالكم على يمين. قلت للتمين قلت لها انا اهوازي من عبادان، قلت لها من عشيره راحة من بالي من بيت عبد الخان، تحياتنا لهم وتحياتنا الأسد عبد الخان البطل. الحاصل جيتوري على خوبة على أحوال شمو، بعدين آخر شيء اعترفت قالت لي دوس الدرام يعني أحبك. قلت لها دوس الدرام أنا هم بوقتها. طلعنا أنا يعني قالت راح أعرفك على أبوي. قالت أبوي ترى رجال شايب يقح ويضرط حش السامة بعد الأسبوع أسبوعين يموت، ويدور على واحد يورث لك هاي المزارع والدنيا هون. ما تبادل أسرة لا أرجع البلد، لأنه هذا يعني ندل على شيء يدل أنه هو قاعد يدافع عن بلده وعن قاعه. قال هو إحنا أصلا الحرب مريتها، هو هم قام يعني قال شوف الحرب دمرت. قال حتى مرات نسمع الصواريخ يقول الطليان يشردن على حدود إيران مر الجبال، حبيب عراقي على راسي كل الموجود يقول يشردن على حدود إيران على يقول على حدود إيران مر الجبال. يقول أظل ألملم بيهن وأنا رجال كبير. هاي صارت لها بعد الوعد اللي وعدت به هاي المرة من أهل الديوانية العراقية على راسي، عراقي تاج راسي رحم الله وديك. صارن يومين، بعد لي تقريبا يوم ونص إلى يومين قلت لك و15 ساعة 30 دقيقة و4 لحظات يخلص الوقت الكلمة اللي أنا طيتها. قلت له هو هسه بس اكو مخيم هنا. قلت له بعد يقولون اكو مخيم ثاني. قال المخيم قال شوف هذيك قال شوف ذاك العلم عزيز شتوت قال نورت قال تعال بعد شوف ذاك العلم. قلت لي قال هناك حاصرين حقق ويا صير ويانا ما صير ويانا. قال جايين عليهم اربع يسولفون وياهم يدفعون بيهم على بلدهم. قال قسم الله شهادة الله ما يقبل يقول انا متحمل ما تبادل الأسرة خليني. قالوا قسم رأسا يقول مثلا من الخوف أصير وياكم، قسم مجبور على حرب يعني. قال أقسام بس الأغلبية المطلقة. قال ترى أنا حتى بوقتها قال لي شو اسمك؟ قلت له أنا اسمي ميراج بوقت. قال خلاص ميراج هو كل هيك. قال ميراج حكى ميراج شباب. خليت الحجة طبيت عليها للبيت ما تبلي. لقيت الحجة نايم ندستها قلت لها أبوك نايم؟ قالت إيه. قلت لها أنا راح أروح لهناك طليان اثنين شردن راح أروح أجيبن وجي. أنا رحت ظليت افتر يم الخيمة حاط ذاني
يعني انا مواطن عبالهم من عندهم. سالت هذا الجاي حقق وياهم، سالته قلت له عراقيين، حكيت بالهوازي قال لي عراقيين وجايبيهم لهنا انا ما ادري شنو هو هذا اللي حقق وياهم. كان بوقت عراقي عجمي، قال قلت له ذول عراقيين، قال لي عراقيين، قال ذول مجموعه من الضباط 4 إلى 5 تقريبا جايبيهم، قال بيه وبيهم جماعه عاصين، يقول واحد من عندهم انا استوني متزوج ومستعد اتحمل مال تبادل الاسره هذا. قلت انا بيني وبين نفسي والله يمكن هو هذا كاظم محمد زرزوره بالديوانيه، لان البنيه راوتنا صوره زوجها عنده بكله خطيه ومسوي حفر من هذا المنانه، عرفت شو ضابط فطابر زلفه منانه على مود البيريه تقعد ومسوي هاي البكله. هذا راح يحقق، قال تكرم السامع، قال بس اروح للتواليه وارجع. الحاصل رحت قلت له تعال لك، قلت له التكاظم محمد زرزور، قال لي شلون عرفت؟ قلت له كلمه لا تحكي. قال من انت؟ قلت له انا العقيد الطيار ابن الناصريه، يريد يضرب تحيه لزمت ايده. قلت له اسكت لا تعم علي. قال ولا عرفتك، شنو هاي لحيتك شو مسوي؟ تعرف انت اليوم ابن الميم خا يا شباب، يعرف لها والطابة ملعبه يعني يتنكر. انا مره تنكرت بعجوز، طبيت قابلت بوقتها نزار الخزرج مستشفى الناصرية. الحاصل قلت له حضروا نفسكم راح اروح اجيب الكاروبة واجي. قال خلص هذاك هو طبل التوالية اللي حقق وياهم. قفلت عليه الباب من بره، بوقت اكو دنكر مال غاز، جبت الدنكر كان اديره عليه، هو كان قاعد بوقت مكرم السامع جاي يخري ما ادري ايش يسوي. درت عليه الدنكر من فوق، مديت راسي قلت له وليك، شعلت بطل مال مي، قلت له هذا يظل ينقط مثل هذا البطل، يظل ينقط عليك نايلون يعسل، بس يضربه هواء تقب. هدوء اريدك حبيبي انور، رحم الله وديك نورت. قلت له هدوء اريدك، يظل يعسل عليك، خليك على قعدتك حبيبي التميمي تاج راسي رحم الله وديك انور يا بطل. هلا هلا العراقي حبيب قلبه رحم الله وديك. قال لا انا ترى عبد مامور، قال خلي نقط عليه راح اضل ساكت. قلت له اضل ساكت، حاكيت هذا قلت له حاكي ربعك الولد، قل لهم يلا ترى ابو شاهر راح يجيب الكاروبه ويجي. شباب جبت الكاروبه حطيت بالترستها زرع، حطيت ذول الضباط 5 بالكاروبه وطلعت من الزرع 4 طليان، خليت هذا كاظم لازم قلت له الزم الطلي شبق الطلي الزمه، طلع لي بس راس الطلي مين من الزرع على مود من نعبر الحدود على اساس انا راعي مال غنم، عرفت شلون؟ قال خلص. قلت له راح اطببكم على هواز ومن هناك اطببكم على بندر عباس وانا بفركم على ميناء مبارك ونطب على الكويت ونرجع على البصره. قلت له هذا الطريق. قال شين الحل؟ قلت له الحل 5 ضباط 5 طليان، قلت له تلزمون 5 طليان تطلعوا لي بس راس الطلي من الزرع وانا سوق بالكاروبه. تهمنا؟ قال خلاص هم ضباط بعد عندهم حنكه يعرفون الفيلم. طبينا على الحدود، الطلي صيح ما ما انا تشتور اخوه، عبرت الحدود الايرانيه تشتور اخوه احواله شمو. قال شكو؟ قلت له ضايعات 4 طليان عندي راح اروح اجيب نوجي. قال يلا ترى صاير قصف من انا ذول العراقيين، حتى بوقتها غلط على الجيش العراقي، قال ترى جاي يقصفون علينا، ارجع انت مالك شغله بهاي الامور. قلت له خلص انا سلمان باغ السوالف هاي التعبانه شباب، كان